بقول لهم الف مبروك. انتوا معودينا دايما على افلام كبيره وافلام مهمه، احنا مستنيين فيلم كبير وفيلم مهم ان شاء الله اسمه طلق صناعي، والف مبروك وان شاء الله نجاح كبير. انا شايف ان هيبقى فيلم كبير ان شاء الله، فيلم هيبقى فيه نقله كبيره في السينما باذن الله، في مجهود كبير، في انتاج ضخم، في نجوم كلهم كبار جدا، كل واحد فيهم بطل يقدر ينجح افلام، فان شاء الله يبقى في حاجه كبيره تحصل وننجح، وزي ما الناس مستنيه مننا يلاقوا ان شاء الله. عندي مسلسل زين بطوله نجم محمد رمضان، وعندي مسلسل رحيم بطوله نجم ياسر جلال، وربنا كريم حلو كده الحمد لله.